بسم الله على بركة الله شواطنا متواصلة مشاهدينا الكرام، انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة تبدأ. شوط الانتاج القعدان الصعوب، نتمنى التوفيق للجميع ونسير مع شاهين للشيخ حمدان بن محمد بن ركاض العامري يفتتح إذاعة هذا الشوط. المركز الثاني يتقدم هملول عبد الله بن حمد بن يوعان الجنيبي. المركز الثالث يلي وصل شاهين سالم بن احمد بن حربي العامري. المركز الرابع شعار بن عنوده يتقدم على ظهر شاهين صالح بن سالم بن عنوده العامري. وفي المركز الخامس لمعيوف بن حمد بن كدش العامري. هكذا مسار الشوط، ونعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة. الشيخ حمدان بن محمد بن ركاض لا زال هو المسيطر، السيطرة التامة، لكن هني قادم أقناد سعيد بن الويهي الحرسوسي. رفع راية الخطورة وبدأ يتسلل إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام. المركز الثالث لحمد بن معيوف بن كدش، لكن إلى المقدمة نعود إلى صدارة هذا الشوط، ونتابع اللي قايد المسيرة. قناد أول أشواط القعدان الصعوب يتسجل باسم قناد سعيد بن الويهي الحرسوسي، غادر بشوط الصعوب يستوي كلام آخر مع شعار الشيخ حمدان بن محمد بن ركاض العامري، لكن قناد ما في حيلة أبدا. بدأ يستعرض يغير إلى الصدارة، ويأتي بهذا العرض الممتع للجمهور. وسلام يا الحرسوسي، سلام يا بن الويهي، سعيد بن الويهي الحرسوسي، تهانينا له الناموس على فوز قناد بالمركز الأول وبانفراد واضح كل الوضوح. سلام يا أبو عسكور، سلام. قناد سعيد بن الويهي الحرسوسي ينتزع المركز الأول وبانفراد تام. المركز الثاني للشيخ حمدان بن محمد بن ركاض، والمركز الثالث يلي وصل رقمه 84 في المركز الرابع مشاهدينا الكرام سياف لأجود بن عويضة الكربي، تغيد دقيقتين 23 ثانية.